كلود مهمتنا نعمل غسيل دماغ للناس، بعدين انت كصحافي استقصائي وفظيع وقدير، ما عندك ولا اي تسجيلات ولا اي فيديوهات ولا اي شيء؟ ما انا اللي عندي تسجيلات، عندي تسجيل بيحكي فيه جبران باسيل بعظمة لسانه انه هو قبض. عن جد عم تحكي؟ يي يي يي، اذا بنعرضه بنعدمه لجبران. هذا التسجيل يعني وينتر از هير. أهلا بكم في هذه الحلقة من يسقط حكم الفاسد في الموسم الذي كنا أطلقنا عليه عنوان وينتر إز هير، العاصفة ها هنا. كنا بلشنا لحد شهر رمضان وهلأ بعد شهر رمضان نحن في قلب العاصفة بمنتصفها. كلود مش عرفك كيف طلعت معه أنه وينتر يعني عاصفة؟ ليش ايش معناته وينتر؟ ما بتعرفش يعني وينتر؟ كمان انت الثاني اضرب من بعضكم. وينتر يعني شتاء، ستورم يعني عاصفه. اه هذا بيحكي انجليزي مثل ما بيعمل وينتر على الحائط. طب ليك خلينا نسمع هالتسجيل بلكي بنعمل وينتر هلا على الهواء. اسمعي. بالحياه في اشياء بتقبضها وفي اشياء ما بتقبضها. انا عن جد عن جد وحياتك اني قبضت الخبرية جد. بشرفك كيف؟ كتير قوي، شي كتير كتير قوي. هيدا الزلمة عم بيقول انه قبض الخبرية جد، شو خص البواخر؟ يا عمي منقطشها لما يقول قبضت. مش شايفة هيدا تبع الفانيلا كيف يصير يقطش ويبزق ويلزق ويركب فلومة وحركات؟ منعمل مثله. يحرق رفك، شو هالصحافة الاستقصائي بتركب الذكر على الذكر.